ثانيا. الكرة خطيرة دائما للشباب، المطالبة بضربة جزاء، وضربة جزاء، ضربة جزاء لشباب بلوزدادال. كان هناك لمس باليد داخل منطقة العمليات، سنشاهد الإعادة بعد ثواني قليلة من الآن لنعرف إن كانت ضربة الجزاء شرعية أم لا. بيال كان قريبا من اللقطة، كان هناك ضربة رأسية اصطدمت بأحد اللاعبين. ماذا حدث في هذه الكرة؟ تحتج عناصر اتحاد العاصمة يا مصطفى. يا زيد من زاوية أخرى إن أمكن، لأنه من هذه الزاوية صعب جدا علينا الحكم. حتى أيضا من زاوية أخرى لكي نحكم على اللقطة فعلا، حتى الخبير أيضا ذكريني في البلاطو ماهوش قادر يحكم. لا هنا هنا بالليلي مصطفى، بالليلي والتلت تصديات من الحارس مرموش. يلا هل هو التصدي الرابع ان بالليلي سيلعب مدرجات ملعب 20 اوت بالعاصمه؟ يحاول زمموش يأثر على بالليلي، طبعا عنده الخبرة اللازمة، خبرة كبيرة، وبالليلي يركز تركيز أكبر. بالليلي وزمموش وجها لوجه في الدقيقة 34، بالليلي وزمموش وجها لوجه، هو بالليلي 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 بالليلي، وأول أهداف المباراة لشباب بلوزداد. الشباب يفتتح باب التسجيل، لم يترك اي فرصه لزمموش، سدد في الزاويه المستحيله على زمموش بثقه كبيره من قبل بالليل الذي يفتتح باب التسجيل. وفرحه كبيره عند انصار شباب بلوزداد. قلت هذه المباراه مصطفى ستكون مجنونه لانها بسيناريوهات ستكون مختلفة ومتعددة اليوم. نعم أكيد، فريقين، فريق يلعب على البقاء والآخر حاول اقتراب أكثر. هاي الإعادة. نعم. يعني تسديدة كانت قوية بوسط القدم و ما خلاله حتى فرصة. حتى فرصة كانت في الوسط، وزمموش مشى يعني تقريبا على الجهة اليسرى تاعو وين اللعب الليلي، يعني استعمل القوة كذلك حتى التركيز. خليني نقول لك القوة والدقة والرغبة. نعم والإصرار. نعم اجمع كل الألفاظ في نفس الشيء، تعكس التركيز الكبير اليوم بالنسبة لعناصر فريق شباب بلوزداد.